صباح الخير مشاهدينا، بحييكم، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لهذا اليوم. يسرني أن أستضيف الزميل والصديق جاد غصن. صباح الخير جاد. كيفك؟ أهلا وسهلا فيك جاد. بدنا نحكي اليوم بالمواضيع المطروحة بالبلد. أنت مؤخرا يعني من أبرز الصحفيين اللي أخذوا خيار الاستقلالية، إذا مش الأبرز، هلا أنا شهدتي مجروحة فيه، بس اليوم هل بداية يعني هيك مدخل لهذا الحوار برأيك، بعد هيدا يعني كل اليوم رفع الصوت، كل يعني كل اللي عم تعمله على الشغل والناس عم بتشوف يعني شغلك الصحفي، هل بعد وصل لما كان بيقود للتغيير، أم بكل بساطة أنت عم تعمل شغلك الصحفي؟ يعني لك بتصور في نوعين ربما من الصحفيين، نوع اللي بحب مهنة الصحافة بحد ذاتها، يعني بحب تقنيا ما تحمله هذه المهنة، منك تروح تتابع الخبر وكذا، بس ما بيقدر يكتمل دور الصحافي إلا ما يكون في هم سياسي فوقه، لأن الصحافي خاصة إذا عم نشتغل نحن بالحقل السياسي، إذا منه حامل هم سياسي اللي هو مقاربة موضوعية للمصلحة العامة وبيحطها دائما فوق كل شغله، وبيقول له شو بده يشتغل، بيصير الشغل مثل وظيفة رتيبة، بوقت السياسي شيء متحرك وهو صراعي، الصراع دائما في له أطراف، إذا واحد بده يغرق بصراع أطراف السلطة بيكون عم بياخد طرف بصراع السلطة من دون ما يعرف ولا هو عارف، كصحفيين يعني مقابل بدل أو لا يدري. مقابل بدل أم من دون مقابل بدل، فهو عم أدي هذه الوظيفة. أنا مع الصراع لأنه هذا إنه في سياسة من دون صراع هذا وهم، بس الصراع أنا بالنسبة لي هو تقييم للمصلحة العامة في وجه سلطة، دائما في وجه سلطة، في وجه أي سلطة بالمطلق بدك تضلك أنت صوت مقابل هالسلطة، بس بالحالة اللبنانية مع أنه هذه السلطة كشفت عن أنيابها خصوصا مع الانهيار، طبعا واحد يقول قبل لأن هذا مسار طويل، بس كشفت عن أنيابها كأنه هي تدعي بصورة واضحة إلا ما بده يعرف أنه هي على تناقض مباشر مع مصالح الناس كمجتمع، بدفاع المستميت عن مصالح فئات صغيرة مالية، عم نكتشف انه هي الحاكمة والباقي كله موظف عندها، ساعتها بتصير هينة عليك تعرف انت وين بهالصراع، الا اذا قررت دبر حالك يعني على اللبناني يعني. بس غير هيك مفروض بعد 2019 صارت كتير مكشوفة، صرنا حتى الناس ببيوتها بطل في هيدي الهامش الرمادي عن اعلاميين محددين، عن سياسيين محددين، كله معروف انه ما حدا بيطلع حامل اجندة سياسية وبطل معروف، لانه انكشفت السلطة بانهيارها وانكشفوا مين عم بيدافعوا استماتا عن مصالحها بشكل خيالي. يا اخي كيف انت فيك تدافع عن بنك واساسا مين في مواطن قاعد ببيته باله يدافع عن حاكم مصرف مركزي ولا مصرف مركزي؟ ليش بده يعملها؟ يعني افترضوا منيح ولا عاطل، هي موظف، انه ما شفت محل بالكره الارضيه انا بيستميت حدا محدد ليقوم يدافع عن بنك، انه بفهم عن حزب انه الحزب يمثل افكار، عن بنك واخد له مصرياته يعني خلص، مع الأدمى تشوفي من هون. لا اكيد ما في واحد يكمل شغله الا ما يكون عنده هيدا الدافع بوضع مثل الوضع اللبناني، والا بصير الاحباط ياكلك يعني. على امل لا ما ياكلنا. السؤال انت عم بتقلي انهيار السلطه اليوم، خلينا ندخل هذا النقاش اليوم، هل برايك اليوم لما وضعت فرضيه او الحديث دائما عن انه انهيار السلطه انهيار النظام، استعجلت النخب، استعجلوا الصحفيين، استعجلت مجموعات كثيره تحط فرضيه انه هذا النظام سقط، انهارت هذه السلطة، مع أنه عم نشوفه اليوم هذا النظام يعني بأحسن أحسن حالاته إذا بدك بكل مكوناته كيف عم بيستميتوا بالدفاع عن هذه الصيغة، برأيك هذه الفرضية مش في استعجال بطرح أنه هذا النظام سقط، أنه انطرحت هذه أو انحطت هذه الفرضية ب 17-20 أو ما بعدها أنه خلص هذا النظام تداعى فرط، برأيك مش استعجال بطرح هذه الفرضية أو خطأ؟ لك هو بالحياة السياسية ما في لحظة منعيش فيها لا نظام، كل لحظة إلا عم نحكي أيام مثلا نهار نظام وفي انقلاب عم بيصير، بس بشكل عام كل أياماتنا في نظام يحكم علاقاتنا بين بعض وبين السلطة، ما في شيء إنه لا نظام، بس في شكل لنظام ما كان مستقر على حاله وماشي والناس مستقرة فيه، فيها تكون مزعوجة من بعض جوانبه بس عايشة حياة عادي، بتشارك بانتخابات كل يوم، حياتها الاقتصادية التداول من الناس شغال، هيدا نهار بشكله السابق وفي شيء عم يركب، مش هيك نحن نسميها مرحلة انتقالية، كل الناس صارت هلأ مجمعة انه نحن مرحلة انتقالية من شيء الى شيء، هالمرحلة الانتقالية منا بالعدم، مش انه ما في حدا حكمة،
بعد حكمتها المصالح القائمة. بس النظام اللي كان مستقر على توزيع حصصه وقنواته الزبائنية وتوزيعه للمصالح انهار بقدرته على تأدية هالوظائف اللي هو كان يعملها. هلأ عم بيصير في صراعات بين بعض وبينهم وبين المجتمع لتركيب عظيم. شكل نظام جديد. شو ما كان من يعني اليوم إذا بدنا نحط شو ما كان من قوة بعد هذا النظام يعني الأدوات اللي بعده عم بحارب فيها. ضعف خصومه. كيف؟ بكل بساطة. اليوم هذا النظام فعليا. يعني فصل لي خلينا الناس اللي ببيتها يعني تعرف إنه كيف اليوم بشو كيف. خود مثلا اليوم اللي عم بيصير بهيدي لجنة المال والموازنة والفرعية. بحصلك بعد شو عندك يعني بالتفصيل. ما رح فوت هلا بالتفصيل بس نحكي بعد شو بس كفكرة صراعية. اليوم مثلا سنة الماضي قبل ما نوصل اليوم وقت قصت خطة الحكومة. طلعت خطة الحكومة تبع حسان دياب صوت عليها مجلس وزراء بالإجماع. رجعت بلجنة المال والموازنة صوت عليها النواب بالإجماع ضده نصفوها نصف. هلأ نص هيدي اللجنة اللي بالمجلس النيابي مشكلة من الناس اللي جايبين الوزراء كيف غيروا رأيهم بثلاث إجماع؟ كيف؟ بالصراعات بلشت تنشأ بيناتهم بداية وتراحوا على مجلس وزراء راحوا بمنطق بسيط كتير على لبنان القديم انه بنعمل هلا خطه عم يطلبها منا صندوق النقد وكذا بناخد قرشين مثل ما عملنا بباريس واحد قول بسيطه المصريات كان بس باريس اثنين اجا فيها هيك كمية مصريات بتعهدات لشروط اصلاحيه ما نعمل شيء فيها بعدين بناخد المصريات على اساس ما بيخلوا لبنان يوقع اكيد في قرار دولي بيعطونا المصريات هذا اجراء شكل الخطه يعني في مصلحه للعالم بلبنان ودول لبنان وما راح يخلوا يعني العالم كله يبرم بيبرم كله حق. على لبنان يعني صحيح. بقى هاي الشروط الاصلاحيه هذه لزوم ما لا يلزم اجراءات شكليه ما هو دول ديمقراطيه بدهم قدام جامعاتهم يفرجون انه مش ببلاش اعطيناهم المصريات بيعطونا المصريات تجي راح عملوا الخطه وافقوا عليها بالاجماع على اساس انه يلا راح قعدوا مع صندوق النقد شايفوا القصة جدية لا ما في ولا ليرة بتجي لما تصير الإصلاحات ونشوف شو بنعمل معكم شايفوا إنه لحظة هذه الورقة تبع الإصلاحات ما نطبقها يعني بتروح نص المصالح اللي احنا بتديرنا خضعوا لضغط المصارف ومصرف لبنان لأنه كتير بسيطة ما بدها كتير فزلك إذا عم حلل ولا لا طلعت طب لما نحكي جاد بهون بس يعني خليني أطرس هالجملة بس لأنه هي ثلاث محطات صاروا بثلاث جماع طلعت خطة الحكومة بآخر نيسان أقرت أول اجتماع مع صندوق النقد ما حضروا حاكم مصرف لبنان وسرب اعتراضه عليه صحيح. بعد حوالي الأسبوع بعدها بثلاث أيام يعني عشرة أيام على خطة الحكومة وثلاث أيام على أول اجتماع المصارف بتطلع خطتها وبيزلوها يعني لخطة الحكومة إنه شو هول العالم وكذا بعد عشرة أيام خلصوا هول ثلاث اجتماع اجت لجنة مال الموازنة وقفت معها ضدها من دون ما تقول أنا مع خطة المصارف بس روحت لهم الخطة اللي كان جاي ضرب مصالحهم هيدا الانقلاب صار بثلاث اجتماع بوضوح خطة حكومة عملت خطة اعترض عليها حاكم مصرف مركزي اعترض عليها مصاريف طارت الخطة بديش كتير تحليل يعني هلا بيصير هون شطارة النواب يطلعوا تجن فسوك ليش لا ليش مش هيك يعني ليش السما مش زرقة في ناس لغويا شاطرين بيقدروا يقنعوك انه بعد قادرين اول قبل ما اسالك اذا الناس بعد قادره عم توصل يعني او عم يوصلوا للناس اليوم لما نحكي بلجنه المال والموازنه كل الأحزاب موجودة فيها لأنه في أحزاب طلعت تقول لك لا بالعكس نحن يعني بحجة حماية مثلا أموال المودعين أنه لا نحن وقفنا ومع أموال المودعين ومقبلنا كل الأحزاب موجودة كل الأحزاب موجودة بلجنة الموازنة من دون أي استثناء هلأ باللجنة الفرعية اللي هلأ موجودة تبع الكابيتال كنترول مش موجودة فيها القوات والباقي الأساسيين عم نحكي في ممثل الاشتراكي في ممثل لتيار المستقبل حركة أمل حزب الله والتيار الوطني الحر يعني هول الأساسيين موجودين فيها هاي اللجنة الفرعية اللي مطلعتنا هلا الكابيتال كنترول بوقتها كان هيك صراعهم اليوم صراعهم بيتبدل هلا بدهم يطلع يقولوا انه واحد يقعد يطلع بالعالي شوي على مصرف لبنان ونايب تاني يطلع بالعالي شوي على المصارف كله ضمن حدود لأنهم كلهم يعني توازن اللعبة يعني بس نحفظ الرتب يعني في هول فوق والنواب يجوا تحت هلا رح يصوروا حيحاولوا يصوروا هذا الصراع بيناتهم هلا رح اقول على شو هو الصراع يعني انه شفتوا انه نحن ضد البنوكي وهوليك شفتوا انه نحن ما بنقضي على حاكم المصرف المركزي هو في صراع لانه صغير منه كبير صغير على الكابيتال كنترول بين المصارف والمصرف المركزي مين بده يتحمل الدولارات اللي هي مستثنات من قيود التحويل المالي في بعض الاستثناءات وسامحين قال للناس تاخذ دولارات تجليد كله في دولارات بقى تطلع من البلد ليه حسابات محددة مين بده يحملها هل حسابات المصارف الخاصة بالخارج ولا حسابات المصارف لدى مصرف لبنان يعني احتياطي اللي هو عن رياض سلامة مين بده يحملها مختلفين مصرف مركزي بيقول لا انتو بنوكي بتكون تحملوها البنوكي بيقولوا لا انت بك تحملها
هلا بيختلفوا هون النواب بيلاقوا في عندهم فرصه كتير حلوه، لانه طالما صار في خلاف بين هاتنين صار عندهم هامش يطلعوا يحكوا لهم كلمه على البنك، بقالهم سنه ناطرين شي فرصه يقدروا يحكوا لهم كلمه على شي بنك تفرجوا بعد سنه انتخابات نظريا اذا صارت. هلا كله بده يبلش يعمل عنتريات انا ماني زلمه البنوك، بقى هاي فرصه هلا هيك بس على جمعتين ثلاثه الا اذا طار القانون يعني من اساسه. اما اذا عملوا شيء اللبناني التقليدي حط شو ما كان بالقانون وعملوا اللي بدك اياه بالحياه يعني ماشي في قانون الدولار الطلابي وما مشي يعني. صحيح. طيب عم بتقلي كنت بضعف خصومه، يعني قوه هذا النظام بضعف خصومه. صح. اليوم بمجلس النواب مين بيحكي يعني باسم خيارات الناس، خيارات اذا بدك العمال او الحلقه الاضعف بالمجتمع اليوم؟ في حدا اليوم او بالمجموعات اللي بنسميت ايضا المعارضه؟ لك اول شيء بالمجلس انا رايي الشخصي انه بكل الاحزاب مثل ما في هذا بسموه حزب الدولار بيخترق كل الاحزاب، في ناس بهول الكتل كمان منا بحزب الدولار بكل الاحزاب. المشكله انه صوتهم خافت لانه المصالح هي حاكمه، بقى هو بيعرف سقفه، لانه ما بتصور انا ولا نايب بكل هالجمهورية من 128 كتير عنده مصلحة كان يفجر خطة حسان دياب من دون حل تاني، حل بديل. في واحد يفجرها ما تعجبه مش آخر الدنيا، بس بيكون معه شيء تاني بإيده. وإلا يعني في الناس اللي أقوى بكل حزب أو اللي بيمثلوا المصالح القوية بكل حزب. صح. الأحزاب إذا بدك قادتها، أما بتوجهها العام بعدها تحت سقف المصالح المالية. ما تطلع القرار الحزب من فوق النايب معتر، يعني انه شو بده يعمل؟ يا بده يطلع من هذا، هون بتبطل معتر، بده جرأة انه يقول بلاها القصة كلها، بدي اطلع من الكتلة ومن الحزب وكذا. بس هاي مالنا هيني ما هول اللي الغربال اللي تنقوا فيهم تصاروا نواب كمان ضيق يعني خراشيمه رفيعة، يعني اللي زمط منه كيف بده يرجع يطلع يعني. بقى هيدا واقع مجلس نيب. هلا بالقوى اللي هي معارضة اكيد في، عشان اذا بالمجلس في كيف اذا بالقوى المعارضة؟ اكيد في. المؤسف انه في شغله مؤسفه وفي شغله واحد بده يخلي العين منها، انه مش كل واحد بالمعارضه منيح ومش كل حدا بالسلطه. في جمله بالانجيل مش يعني بمعنى ليس كل من قال يا ربي يا ربي بيطلع ملكوت السماء، يعني هو في ناس على الخوف بيقولها، في ناس دجل يعني، في ناس دجل. المعارضه كمان في ناس يتحينون هيك واقف على الكوع شايفهم هو عم بيترنحوا بكره بتجي جربوني انا احسن منهم يعني. نفس خطاب السلطة. ما هو خطاب السلطة شو بيقول؟ ما في مشكلة لا بالنظام ولا بالنظام المالي ولا بتوزيع المصالح ولا بالزبائنية ولا بالطائفية، في مشكلة بسيطة اسمها فساد. شو يعني ده فساد؟ انه هو فاسد جيبني محله جربني انا احسن. هاي الفكرة انت معه ولا ضد؟ اكيد ضد. هذا شو هالفعل الايمان اللي انا بدي، لانه في جزء كبير يعني او الاغلب اذا بدك من المجموعات المعارضة بتطرح هالخطاب. رامز بس سؤال، انه في فساد ومخلي اذا نحن منغير الطريقه نحن رح نكون اصبر. عظيم. قديش صعبه على واحد قاعد ببيته عم بيعمل شو بعرفني كوسا بورق عريش يكون فاسد؟ بتصير فاسد وقت يصير في تحت ايدك يا سلطه يا مال. هول بالمعارضه اللي مش اخذين سلطه بحياتهم انه اكيد مش فاسدين. هل هالشيء بيمنع انه يصيروا فاسدين؟ فعل ايمان وقت نجرب يعني. فعل ايمان انه بدي امن فيك. هي عم نطلب نحن بتكون بديل عن السلطه، بتكون بديل عن اليات الحكم تبعها، مش شخ مش وجه جديد. شو اليات الحكم؟ بدك تجي على نقيض السلطه تجي تقول انا امثل هالقناعات هالمشروع السياسي وهي اليات تنفيذه، بتنتخبني وبتحدد موقفك مني على اساس انا امثل هالمصالح بوضوح. مصالحك لك بوجه مصالحه له. السلطه ما بتعمل هيك، بتقول لك فساد واموال منهوبه بتلاحظ مع تسجيل الفاعل يعني. منهوبه يعني منهوبه نهبت. كيف وكيف نهبت مين نهبها ما بينا. هاي بتصير مزايدات بالهواء هيك طايره ما بتغطى عارض. بدك كل معارضه يتحدد موقف منك وما في الا رشدتها. فيك تكون يميني، فيك تكون يساري، فيك تكون وسط، فيك تكون مع سلاح حزب الله ضد سلاح حزب الله، عندك مقاربتك الخاصه عشان تكون واضح لتاخذ تأييدك بناء على وضوح طرحك وتاخذ اعتراض من الناس كمان اللي ضد طرحك. تماما. مش انه معي بدك ترضي كل الناس. شو فكرة السلطة؟ الأحزاب الطائفية بما انه جوات الطائفة تمثل كل المصالح، الفقير والغني المتعلم مش متعلم، مجبورة تقول انا بمثل كل الناس، كل الناس اكيد ضمن الطائفة. انت كمعارضة تحديدا اذا عم تدعي انك خارج عن التمثيل الطائفي لازم تمثل مصالح محددة. شو يعني عم مثل كل اللبنانيين؟ سليم صفير من اللبنانيين. تمثل مصالح مين انت؟ وقت يصير في هالوضوح انا بحدد موقفي من كل مجموعه بالمعارضه. بقى انه لا بالسلطه بعمم بالمطلق
مع انه بحمم اذا بدك بالمسؤوليه العامه، لان كلهم تشاركوا بتغطيه اللي صار اخر 20 سنه لا شك، بس كافراد بهالكتل بعرف في ناس معترين يعني، ولا بالمعارضه بعمم انه هولي طانيوس شاهين يعني انه جاي هلا ثوره الفلاحين يعني فكره مزلوم. اللي بناء انه كلهم يعني كلهم بس هيك بتعميم من دون ما تخصص مسؤوليات كل طرف او تطرح بشكل محدد، انت ضد هذا هاي الفكره؟ لا كلهم يعني كلهم انا كيف بفهمها كيف طلعت من الحراك يعني، بمعنى المسؤوليه العامه عما وصلنا اليه هون بيكونوا كلهم يعني كده. ورد رد خبص السلطه، لانه هول جربون بالشارع يعني اللي طلعوا بالشعارات على القليلة وانتشرت هالشعارات، هو جربوهم بال 2015 كحد أدنى، ما قالك إنه كمان بال 2011 جربوهم. بال 2011 كانت مبلشي الثورات العربية وغيره، بلش هيك يعملوا شيء مثله بلبنان مستورد شوي حتى بشعاره من الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي، كان أوكي. شو تكتيك السلطة كانت؟ الوزير جبران بس لأنه هاي الثورات الملونة يعني كانت فيها، ما هي أحزاب ملونة كمان تبعهم مش انه اذا في شيء ملون عنا هن انا شوي جماعه السلطه شوي انه بدها شويه حياه باي معنى، انه انت تابع لاي سفاره ولك ما انتم جيتوا من السفارات كأحكى الطوائف تركيبتها تاريخيا بلبنان انشئت ككيانات برعاية سياسيه برعايه كيانات دينيه، كيانات دينيه قديمه كثير، كيانات سياسيه اجت انه قائم مقاميتين ومتصرفيه واجوا الفرنساوي وبعثوا ارسال ماشي الحال، ومين في وراك وهول جماعة سفارة وهول جماعة انه اللي عم بيقول هالشي في اولى عشان هو ما يكون بهالموقع. هلا مش عم بتهم الطيار تحديدا انه هو بهالموقع، بس هالسلطة كلها مركبة من وراء تركيبة خارجية اكتر من داخلية يعني. بجماعة المعارضة في اذا هيدا التميز بقى بال 2011 تكتيك السلطة كانت تغري وتشوف المظاهرات انت مع بشار الاسد ولا ضد بشار الاسد، كانت تبلش القصة جديد بسوريا يعني عصموا بين بعض خبطوا بعض راحت لدى 2015 رجعنا عاصة زبالة يرجع يصير في شيء، انت مع سلاح حزب الله ولا مع سلاح حزب الله وكذا، رجعنا على نفس القصة. اجوا هلا تحسبا انه السلطة صرنا شوي مجربينها، فكروا جماعة بالمعارضة أنا هيك عم بتصور إنه مش إنه صار في اجتماع طلع فيه، بس انتشرت بين الناس كنظام مناعة لقاح، تما يجوا يسألونا أنت مع مين منا ومين أكتر من مين، كلكم خي كلكم لأنه كلكم شرك. هلا واحد فعل الفعل، واحد غطيه، واحد مد إيده لهون، واحد مد إيده لهون، ماشي تفصيل تفصيل. بس أنا برأيي بالحياة السياسية لاحقا إذا الأحزاب بقى تشتغل كأحزاب ما في واحد يقول كلهم يعني كلهم فيقدر يعمل مقاربته السياسية، لأن في 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 معاينة ليش وصلنا لهون، تيقدر واحد يقرر كيف يتعاطى مع الواقع السياسي. ما بيجي أنا بحدد مواقفي انطلاقا من الآخر، بحدد موقفي والآخر بده يحدد موقفه من موقفه مني، وتقول كلهم يعني كلهم عم بتموضع انطلاقا من آخر مفهوم، لأنه آخر شيء هي سلطة وأنت منك سلطة، ولكن بالحياة السياسية لاحقا لازم يصير في كيانك الخاص السلطة بقى تتفاعل معه تتقدر أنت تكسب بموازين القوى، ما تضلك أنت بردات الفعل على سلطة. طرحت فكرة أثارت ضجة يعني بالأسبوع الماضي، مسألة انطلاقا من هذا النظام أنه ما حدا حاكم وكلهم حاكمين بنفس الوقت، البعض بيشوف يعني قوة هذا النظام بتختلف يعني عن حتى الأنظمة المحيطة فينا كانت انه هذا النظام مش مزبوط، انه هذا النظام ضعيف او هذا النظام قوي، انطلاقا من هذه الفكرة قلت انت انه حزب الله فليحكم نوعا ما، انه حزب الله اذا بده يقدم مشروع يقدم مشروع او يقدم مشروع حكم خلينا نحكم عليه ايه او لا. لا انا فليحكم حزب الله لو بقولك بس ايه. نحكم عليه انطلاقا مش وجوده بالسلطة، انطلاقا من مشروع هل يحمل مشروع حكم مشروع حكم أم لا. لك هيدا هلا رح أعلق ليش صارت هالحملة لأنه كتير كتير مهمة، بس بالنسبة لي كتير بسيطة القصة. اليوم في منطقين بالبلد مثل ما عملوا جربوا يعملوا ب 2011 ونجحت معهم وقتها قصة بشار الأسد معه ولا ضده، ومثل ما عملوا بال 2015 أنت مع سلاح حزب الله ولا لا وكذا ليجربوا يقسموا العالم. اليوم بكل بساطة أنا برأيي منطق الطوائف هو منطق بيعيش على أنواع الخلافات اللي هي أبيض وأسود تراكمت مع سنين تصارت سلة، في سلة خلافية بالبلد، هالسلة الخلافية بتغذي الطوائف. أعطيك مثل كتير بسيط، اليوم أهين شيء على واحد يجي يقول سلاح حزب الله مقدس ما في ولا جانب سلبي، حمل بلد حمل كذا ومدري شو وما لازم نعمل شيء ومعادلة الجيش وشعب المقاومة، أهين شيء واحد يقول لك هالجملة عنده جمهور وحاضر وكذا. بس بمجرد ما تقول هالجملة أنت
يتكيف منك الفريق الثاني كمان، لأن الفريق الثاني يعتاش على هالصراع. شفتوا إنه هيدا عم بيقول سلاح حزب الله تمام وكذا، بيجي هو شو بيرد؟ حزب الله هو سبب كل البلا بالبلد، لا حمي بلد ولا عمل شيء، هيدا سلاح إيراني بالبلد، هو إرهاب، هو بيقتلوا عالم، وهذا اللي فرض الاقتصاد. وهذا بعد ما بيكيف جمهوره بهالردية الزجل، يعني هو وقت الزجل بصير بده اثنين الزجل، صرت خبير زجل، ايه صرنا خبرنا زجل. المطلوب من الفريقين المهم ما ينشأ أي مقاربة خارجة عن هيدا الاصطفاف، في 8 وفي 14 لو كقوى تبعثرت، بس بالمواضيع اللي هي إقليمية السعودية وإيران بيخدموا بعض بهذا المنطق، وضمن سلاح حزب الله هيدا الصراع انت وين ما تكون فيه اثنيناتهم بكيفوا فيك، لأنه دغري أول ما حدا يطلع بهالردية بيطلع خاين عميل بيسوى سرمية كذا، صارت معروفة. اللي عم بقوله بكل بساطة انه الواحد وقت بده يطرح مقاربة بده يطرحها مع حل الحل. هلا وقت واحد يجي يقول انه سلاح حزب الله مقدس وفي مشكل البلد، يعني عايش بغير بلد، لأنه إذا حزب الله ما في ولا مشكل جاي معه كله إيجابيات، مفروض الدفاع عن البلد بكل بلد بالعالم، الدفاع عنه يكون موضوع إجماعي يؤمن استقرار للحياة السياسية، بوقت وجود سلاح خارج الدولة وإن كان يقوم بأدوار دفاعية بمجرد وجوده مع طرف من ضمن أطراف مختلفة صار موضع عدم استقرار للداخل، وإن كان يقوم بالمهام الدفاعية. فعندنا مشكلة بدنا نحلها، إذا في عندي مشكلة وما بدي حلها يعني عم براكم أزمات على البلد. بنفس الوزن تاني ميلي من الفريق وتيجي واحد يقول ما في مشكل بالبلد إلا بسلاح حزب الله وهيدا إرهابي وهيدا كذا، عظيم. بك تقول لي طال ما أنت هون عم تعين خلاف عم تقول في مشكل، بك تقول لي كيف بك تحل المشكل؟ من هون انطلقت بالفكرة تبعي. مشكلة 14 أدار خطيئتيهم الكبيرتين طرحوا أنه نني مع تسليم سلاح حزب الله، طيب كيف؟ عظيم. إجا حزب الله قال له لا، بده يخبرني هذا شو بده يعمل، عم بيزعل انتخابات، عم بفوت حكومات، عم بيقول بده يسلم سلاح حزب الله اللي هو ما بده يعطيه. كيف بدك تسلم سلاح حزب الله؟ هون السؤال. احنا هون ما نوقف ونحكي. جيت انا قلت بكل بساطه ما في دوله بتقدر تقوم من دون حصريه سلاح عندها نظريا، بس نحن حزب الله تواحد يكون متوازن بنظرته نشا نتيجه غياب الدوله بالحرب الاهليه وعدم قدرتها بالدفاع عن ارضها وشعبه بوجه محتل ووجه عدو. قام حزب الله بهالوظيفة وقام بها بنجاح وحقق نجاحات في دول ما قدرت تعملها بالدفاع. طيب اليوم إذا بدي أحكي مع حيلا حدا من جمهور حزب الله، نسير القيادة، حيلا واحد من جمهور حزب الله جيت قل له سلم سلاحك للدولة، هقلك لأي دولة؟ خليها أول شيء هالدولة تعرف تسكر لها مجرور وبخشان بالطرقات زفت، بعدين منسلمها حارب إسرائيل اللي عبد الناصر سقط بوجه. أوكي، كثير بسيطة الفكرة. قدام هيدا الشيء شو بدك تجاوب؟ فيك تقعد تقول له أنت إيراني وهولي، يعني هيدا أنه حزب الله إيراني، شو هالجملة هيدا اللي واحد يقولها نهي أي نقاش بالبلد، ما بيبقى لك غير أنك تروح تقاتله. إذا ما اعتبروا إرهابي بيغتالوا إيراني، كل واحد بيقول هالجملة بده يحمل سلاح ويروح يقاتل حزب الله. إذا هيدا خياره يروح يعمله، أنا ضده. أما في يعمل شغلة تانية، يروح يتآمر مع دولة خارجية لهي تشله حزب الله، كمان أنا ضده. أنا مع أنه يصير سلاح بإيد الدولة، بس أنا بدي دولة قدرت تدافع عن نفسها وما تروح أقتتال، بدي هو اثنين سوا مع تسليم سلاح. أوكي، كيف بقدر أعمل هالشي؟ بكل بساطة جيت قلت عليك أنت كحد عم بيواجه حزب الله تواجهه مش بقصة سلاح، لأنه سلاح عم بيقوم بوظيفة أنت مش قادر تقوم فيها كدولة. إذا بدك تدافع عن بلدك مش هون الأولوية، خلاف الموضوع أكيد خلاف. أنا ببلش قل له لحزب الله عمل لي مشروع حكم تتقدر تبرر لألي ويصير في أي مجال للنقاش معي كيف أنت المقاومة هي وسيلة لغاية مش غاية بحد ذاتها، مش مقاومة للمقاومة. المقاومة غايتها تدافع عن بلد، ليش؟ لا بدي أعمل بلد، ما بدي حدا يحتلني، بدي أمن رفاهية الناس من خلال أمنع المصالح اللي بتجي تخذ لي مواردي وقوتي العاملة شعبي تخذ لي وتحط مصالحها إلها. بقى المقاومة جاي تحصن بلد تقدر أعمل بلد. كيف في مقاومة تقدر تكون مكتملة إذا عم تقوم بمهام الدفاعية عن البلد بس ما عندها مشروع حكم للبلد؟ من هون بعد هالجملة الطويلة خلي حزب الله يحكم. اليوم ما معه أكترية مجلس بالمجلس النيابي،
8 أدار وحزب الله هو إذا بدك ما بيقدر يحكم إلا يعني بطبيعته الطائفية إلا من خلال تحالفات. ما هو خلي حزب الله يحكم، هي كيستيون ريتوريك من بعد هالجملة كلها عم بقول له لازم يكون عندك مشروع حكم، فخليه يحكم. تقول إنه ما بيقدر يحكم، تمام، بس أنا إيه مع إنه يحكم كثمانية أدار. بعدين هولي خاصة على في فريقين من اللي بلشوا يقطعوا هالجملة خلي حزب الله يحكم وزعوا. وعلى فكرة إذا فكروا طولوك صرت مثل فليحكم الأخوان يعني فليحكم حزب الله. أوكي ما هن أساسا بحلفة هيداك، مش بس فليحكم الأخوان، من ثلاث أرباعهم كانوا قوات اللي عم يوزعوها غير اللي إجوا شكوا على الموضوع، فهني مع فليحكم الأخوان. على كل حال هذا كله تفصيل. الفكرة هي إنه أنت إذا بدك تواجه هيدا الشيء، أنا عم بجي أقول لك خلي يحكم. إذا فكروا أنا بدي أطلع برر أي شيء من اللي قلته، العكس أي دبل داون، يعني خلي حزب الله يحكم، خلي يعمل برنامج حكم، خلي فرجيني حزب الله مش بالشي اللي أنا متفق على غايته اللي هو الدفاع. أنا متفق بدي دافع، وأنا عدائي لإسرائيل جدي مش تفنيصة. سلم سلاحك تعمل توازن طائفي، ومش مثل إجري يعني كيف تعمل توازن مع إسرائيل، ليش الشيعة معهم وأنا ما معي؟ مش هالفكرة. الفكرة أنه أنا فعليا بدي دافع عن البلد تالمقاومة تقدر تكون عندها غاية، وتقدر بلحظة ما افتح نقاش إلا إذا صارت موازين القوى معي. إذا صارت موازين القوى معي، يعني الدولة مأمنة كل واجباتها وعندها جيش وعندها قوى أمنية، تروح تنفذ شلو سلاح لحزب الله. كل واحد مختلف معي حقه الطبيعي، في كتير آراء بالدنيا بتلاقي في غير مقاربات، غير أنه أول شيء بدي أعمل بنية دولة توقت أحكي مع القليل جمهور حزب الله، اللي وقت أنا عندك أنت مصلحة تسلم سلاحك لهالدولة، ما يقول لي أي دولة، يكون هالدولة مأمنت له طبابة، يكون مأمنت له يعني عنده مصالح بهالدولة، مش أي شيء سبة لهالدولة، يعتل هم إذا بدها تطير الدولة. اللي ضد هاي الفكرة جاد بيقولوا أنه اليوم أنه هاي الطرح مثالي أو رومانسي، يعني لأنه اليوم فعليا على الأرض الواقع حزب الله بيقول لها أنه هو مانع قيام الدولة لأنه له مصلحة مباشرة بعدم وجود الدولة. بس لحظة، ما أنا عم بقول فكرة كيف أنت تقارب العلاقة بحزب الله، ما تقاربها من باب السلاح، قاربها من باب الدولة. إذا أنت عم تيجي تقول أنه هم عنده مصلحة يبني دولة، هون ناقشوا، وأنا هون بناقشوا حزب الله. طالما أنا دولتي ما بتقدر تسكر مجرور، ما إله واحد عين يقعد يبلش أنه سلم سلاحك. قولك سلم سلاحك لمين؟ إذا أنتوا فريقين في أفريقاء طوايف متفقين على أنكم خونة بين بعض، كل واحد يعتبر حاله هو عظيم والباقي خاين، عم تطلب منه يسلم سلاحه لبقية الخونة بنص بالنسبة لإله، إنه شو هالفكرة المميزة يعني؟ هلا إذا البدء من خلال بنية الدولة والتعاطي مع المصالح المالية اللي فيها، كيف بقدر رجع مصالح الناس على الدولة، هي المدخل للدولة يصير عندها أي شرعية. قبل ما أفتح الحديث موضوع سلاح حزب الله، في ناس تعترض عليها بحقها، أنا بس طلب تقدر واحد يعمل نقاش، أوكي عطيني بديل. أنت بدك تسلم سلاح حزب الله صح؟ أوكي. أدعي ويمكن أنت تقلي لا أنه كمان بهمك تدافع عن البلد، قلي كيف هلأ بدك تسلم سلاح حزب الله، ما تقلي أنت مع شو. الدنيا منا قصة مواقف. أنا بحب لبنان يكون السواد، بنزل على الانتخابات أنه بدي لبنان يكون السواد، بدك قلي كيف، ما هو كلنا بدنا لبنان يكون مثل السواد. يا بدك تحط قوسه، يا بدك تجيب قوة من برا تقوسه، يا كيف. إذا عنده كيف عظيم، قد أنا أوافق حاضر. على فكرة بديلي، أنا مني حزب يعني مش إنه متمسك بموقف، أنا عم بعطي مقارنة، عم تعمل صراع أفكار يعني، عم تطرح فكرة بوجه فكرة. يطلع من اصطفاف 8 و14 الإقليمي لأنه غايتهم بالحياة هولي، وأنا برأيي هيدي الحملة اللي عم بتصير لأنه بلشت من جامعة 14 إلى يومين عند 8 هلا، انه شو جاي تبرر انه انت مزبوط ولا حزب الله؟ انه ايه ماني حزب الله، انه لاني ممانعه وبس، ما تهمي ممانعه، لو كنت ممانعه كنت يعني ما فيها حرج، بس انا بدي اطلع تواحد يقول ليش الممانعه مثل الفريق الثاني هن شركاء بعدم بناء دوله اللي هي مفروض تكون مدخل اي نقاش لنحل القضايا الخلافيه. اذا ما في دوله لهي تكون منطلق ومحط الأخير لعلاج المشاكل، وين بعالجها؟ هلا الفريق الثاني بحب يسميها ممانعة، مداعبة، يسميها اللي بده إياه، مش إنه ما عندي أي حرج، هيدا هو موقفي، هيدا موقفي. هلا اللي بده يعترض بيقول كذا، لأنه إذا بتعمل غير هيك، إذا ما بتنطلق من منطلق دولي وبتحمل الفريقين مسؤوليتهم بعدم الوصول لإلها، لأنه هيك الواقع، مش لأنه أنا بدي أعمل توازن يعني، أنا بكون عم بخدم خدمة ممتازة لفريق الممانعة ولفريق الآخر، ما بعرف شو بسموا حالهم هلا لأنه تبعثروا يعني، ما بيسترجوا يقولوا تطبيع بس إنه اعتدال، أوكي؟
هول فريقين بدهم اياك بالقوة تستطلع تحت ضغط التخوين والبدك ايه والتخويف يوقف هون يوقف هون. اول شيء مني جاي لا نازل على مستر لبنان ولا عم جمع جمهور يعني تقاتل هالهم يعني. شغلي بالعكس يقتضي انه وكنا عم نحكي عن الصحافة بداية الحلقة مواجهة المصالح ما بتجي ببلاش يعني انه انا اكيد اكيد كانت حياتي اهين بمئة مرة بهذا البلد إذا تصطف مع فريق تاني يعني من دون ما يعني تفوت بكل جمهورك حاضر وبلش اذا بتحكي لك كلمة بينتقض الجيوش الالكترونية بس انه انا مش شو جاي يعني عن الجمهور بس رجع راح البلد يعني النقاش بالبلد لهيدا اذا بدك الاستقطاب من يعني ورا هيدا الطرق كل فكرة قصة 8 و 14 يعني 14 أدار بال 2005 كانت لحظة مفصلية بتاريخ لبنان بس مشكلتها لهاللحظة انها قامت على فكرة انه مشكلتنا تأتي من برا في السوري هون خلي السوري يفل نقدر نحكم حالنا طريقة منيحة اللي عندهم هيدي الفكرة بكملوا فيها انه ايه هو مزبوط فل بس بعض في قوة كذا هو كل العمر البلد اذا هيدي مجتمعك رح يكون منقسم على القضايا كمان مجتمعك بدك تهجره شو بتعمل انه في ناس ايه بالسياسة هونيك ناس هون الفريق الثاني نفس القصة انه اللبنانيين فعليا قادرين يحكموا حالهم مشكلتهم هالمره من الخليج من كذا دائما مشكلتك من برا هاي فكره 8 و14 تقوم انه البلد مشاكله من الخارج كل واحد عنده خارجه 17 تشرين بالنسبه لي هي قطع مع هذيك اللحظه لتقول عندنا كتير مشاكل مع الخارج بس مشكلتنا بتجي من جوا من هيدا النظام من كلهم يعني كلهم يعني نظام شو كلهم يعني كلهم اذا كل الاطراف اللي تتكون نظام يعني مشكلتي مع النظام انا عم بجي حاول مفوت بأي واحدة من هالسرديتين إنه المشكلة هي بهو أما المشكلة هي بهو المشكلة هي بالنظام اللي هو شمسيتكم اتنيناتكم اتنيناتكم كيف في بلد في فريق بقول عن تاني أنت عميل إسرائيلي والتاني بقول عن الأول أنت عم بتقتلني وأنت عميل إيراني بيقعدوا بحكومة سوا هلأ إذا أنت من موقع تالت بتحكي عن أي واحد من تانين بصير الخير بس هن يقعدوا مع بعض على 15 سنة ما فيها حرج وتبرر ايه تحت هيدا الضغط ما لازم واحد ينخ رأته بكل بساطة في موقف مختلف اثنين بالاغتيالات قلت نفس الشيء لقمان سليم وقت اغتيل في جو طلع بالبلد انه حزب الله اغتيل لقمان سليم بكل بساطة الواحد يقعد بعقل باري طالما انا ما عندي المعطيات في يكون حزب الله في يكون حزب الله وفي ما يكون حزب الله وفي ما فيها تكون اسرائيل ما فيها تكون أي حدا قوة إقليمية داخلية تاني ما بعرف بمجرد ما أنا أطلع من دون دليل أجزم أنه تغذي موقف سياسي قام بالبلد من 2005 تيعطي شرعية لحكومات الوحدة الوطنية رح يرجعوا يقعدوا فيها مع بعض إيه؟ أنا بكل بساطة موقفي 8 و14 اغتيلوا لقمان سليم لسبب كتير بسيط لأنه 8 يعني حزب الله تحديدا اللي هو يعتبر حاله مظلوم بانه عم يتهم بهالاغتيالات كان عنده مصلحه من خلال وجوده بالحكم مع 15 سنه يا داعما لفريق عم يقدر يعطيه اكتريات ليوصل يا من خلال وجوده بالوزارات اما من خلال التشريع يامن لي قوى امنيه مش محاصصه طائفيا صرنا كل جهاز بنعرف اي لاي حزب تابع ولا قضاء الكبير فيه حقه فرنجان مع استثناءات ما واحد عم مع الكل لأنه تحاصصنا لأنه أنت عايز هالقضاء وهالقوى الأمنية تقدر على القليل إذا صار اغتيال مش كل اغتيال قدرين نمنعه أقدر أوصل لنتيجة بشي اغتيال واحد أعرف مين اللي عمله تقدر أخلق رادع عن الجريمة ونفس الشيء 14 أدار اللي أنتوا عم تغتالوا تغتالون من وراء أنتوا اتهامكم للفريق الآخر أنتوا كان عندكم مصلحة بدل ما ترجعوا كمان تتحاصصوا القضاء وتتحاصصوا الأمن ويصير عندكم جهاز لكم جهاز لغيركم تعملوا معركتكم انه انت ممنوع تاخذ جهاز مش انا بدي جهاز ما بيل جهازك وقت انتم تحاصصتوا الدوله وانهارت الدوله تحت حكمكم انتم اثنيناتكم شرعتوا البلد لكل مخابرات الدنيا عظيم رح نتوقف مع فاصل جاد بعد الفاصل رح تقول لي كيف يعني اليوم هل التغيير رح يصير عبر انتخابات نيابيه مبكره كيف يعني رح يحصل هذا التغيير فاصل اعلاني ونتابع رحب فيكم عن جديد ونتابع هذه الحلقة مع ضيفي جاد غصن جاد شخصنا إذا بدك الواقع بس السؤال اللي أهم كيف يعني كيف فينا اليوم في البعض يطرح أو جزء من المعارضة أنه بانتخابات نيابية هلأ مبكرة ما بطل إلى داعي لأنه بعد سنة يعني فهل بانتخابات نيابية يستلم الجيش سلطة انتقالية حكومة عبر حكومة انتقالية كيف اليوم
ممكن العبور إلى التغيير أو إمكانية تغيير القائمة أو الوضع القائم. لك أنا رأيي أنه صار في كتير غرق آخر سنة ونص بالحديث عن الوسائل التي تؤدي إلى تغيير في شكل السلطة. برأيي الوسائل الإجرائية أكان انتخابات أم محكومة أما شو ما كانت تكون هي ثانوية، كلها وسائل. المنطلق ليصير في تغيير أنه يصير في تغير بموازين القوى الشعبية، يعني بدك الناس تقدر تحمل أي فريق تغييري، فيهم يكونوا أفرقاء تغييريين، فيهم يكونوا عبر حكومة انتقالية، فيهم يكونوا بانتخابات. انتخابات شيء كثير دقيق، لأن انتخابات عادة تستخدم بس للغاية. بس ما كنت تعرف تغير الموازين، لأنه يعني الأحزاب بعدها قوية، يعني بعدها محافظة على جمهورها، نجحت بامتصاص رقم 17-20. إذا نحن منلاحظ أنه كل التجارب العالمية وقت يصير في انهيارات ببنية السلطة، وقت يصير في انهيار مالي شرعية السلطة، أنه أنت روحت لي كل مصرياتي، كل دخلي، كل حياتي، هون أكيد في عندك باب بينفتح لفرص لقوة بديلة. السؤال كيف السلطة عم تقدر تحافظ على موازين قوة ولو عم تخسر؟ مش مزبوط في شيء عم يتغير. في جاوب البلد بس بعضه أقلوي نسبة لقوى أحزاب الطوائف. كيف؟ من وراء هاللي كنا عم نحكي قبل الإعلان، ترجع تقسم الناس 8 و14 وعلى عناوين الكبيرة، طوائف مسيحية وإسلام وموارنة وأرثوذكس وسنة وشيعة ودروز ومناطق، في سنة صيدا غير سنة بيروت، وسنة طرابلس غير سنة صيدا، شيعة الجنوب وشيعة البقاع، ومين مستفيد ومين بيقبض دولار ومين ما بيقبض دولار. قسم المجتمع، كبل له قصة أنت تطبيع وعداء وكذا، كبل له قصة مقاومة، كبل له قصة طبيعي، كلها هاي بده يطرحها مجتمعك وكواك السلطة. يعني كتير وردي وهيك وردي ذهن اللي بيتصور أنه رح يطلع قوة بديلة عم تيجي تهدد كل المصالح الحاكمة، وهوليك رح يقعدوا يتفرجوا عليها، يعني يمدوا لها سجادة ليمشوا عليهم، يعني رح يعملوا هذا الشيء. الفكرة أنه أنت من ميلتك يجب تحصين موقفك من خلال بدائل تحرج أطراف السلطة، مش بتفوت بسردياتها، مش بصير أنا مع سلاح حزب الله ولا ضد سلاح حزب الله. يعني بتجرك لهذا النقاش، ما تجرك لهذا النقاش اللي هن ما تنجر الصراع اللي هي عم تفرض. شو نقطة ضعف كل أحزاب السلطة؟ كان معقول سنة ونص أحزاب بالسلطة، مش بس لأنه هن أحزاب لازم يكون عندهم واجب. ما عندها مشروع اقتصادي اجتماعي، ما عندها مشروع اقتصادي اجتماعي دفاعي، ما عندها مشروع بشيء. يعني اللي بيقول لك هي مع سلاح حزب الله وضد سلاح حزب الله، باستثناء حزب الله لأن هذا سلاح معه طبيعي. طيب أنت تيار وطني حر ولا قوات، يعني طرفي النقيض، كيف برأيكم لازم أفضل طريقة للدفاع عن البلد؟ كيف؟ طيب بيجي واحد بيقول لك إنه الدولة قادرة هي تقوم بهالمهام. طيب الدولة قادرة تقوم بهالمهام لها 15 سنة بالسلطة، ما رصدت لك شي ميزانية دفاعية تيصير عندنا جيش مثل الخلق؟ وكيف قادرة؟ شو قاعد عم تعمل آخر 15 سنة؟ بالتفاصيل وبالإجرائيات وبكيفية الحكم من خلال برنامج حكم فعلي، هون نقطة قوتك على سلطة مصالح ما بحياتها عامل برنامج، لأنه ما شغلتها تحكم الدولة كدولة تمثل المجتمع، شغلتها تمثل إما طائفتها، والطائفة مش من خلال الدولة بنحكمها، بناخد من الدولة وظائف بنحطها عند الزعيم فهو على نقيض من الدولة بيصير، إما بيخدم مصالح مالية فئوية كمان ما بيقدر يحطها بمشروع لأنه بينفضح قدام جماعته. هون قوتك، وهون لازم تكون أنت فوق انقسامات السلطة، تخلق سردية ثالثة لأي بلد بدك إياه وكيف توصله، مش تفوت طرف نزاع بين أطراف السلطة. بس مش عم يعني مثلا أنت عم تقلي عن الفكرة الوردية، شرب النحاس أو المجموعات طرحوا قصة تغيير موازين القوى، سلطة انتقالية، كمان هذا الطرح رومانسي إذا بدك، لأنه كيف بدك يعني كيف هاي السلطة رح تيجي تعملها تعطيك سلطة انتقالية أو حكومة انتقالية وإذا موازين القوى ما تغير؟ هو مش رومانسي لأنه يحتاج لموازين القوى. هي شو الأحزاب؟ الأحزاب تجي أنا وياك مثلا هلا بنعمل حزب، نعمل ورقة تعبر عن من نحن، شو المشكلة بالبلد، شو البلد اللي بنتمناه، وكيف بننتقل من هالبلد للبلد اللي بنتمناه. هذا هو المشروع، وهي هي تحديد هويتك، انت مينك، بتعمل هالشي وعليك تشتغل لتجيب ناس. اذا صار معك ناس تقدر تقدر. هلا الانتخابات ليش هي وان كانت يجب ان تعبر عن نقل عندك ناس فكذا، ليش من انا بعت الهمة اكثر مش مني كثير مع الانتخابات كمدخل لتغيير هالسلطه؟ الانتخابات من عم تنعمل بسموه ليفل بلاينج فيلد، يعني ملعب مسطح لكل اللاعبين عليه، في لعيبه بالنسبه لهم طريق طلوع وفي لعيبه بالنسبه لهم طريق نزول. واحد بس يكون بالجو، بوريس يلتسن وتنهار الاتحاد السوفيتي اجى رئيس وبعدين بيصير في انتخابات طبعا ويبقى رئيس، هذا شو كان قبل التسعين؟ ده كان الحزب الشيوعي.
يعني إذا انهار الاتحاد السوفيتي من وين إجا بوريس يلتسن؟ من الفريق السابق. حتى بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية واللي صاروا يتداولوا بعدين بانتخابات اللي إجوا بعد 1945 على الرغم من نورنبرغ اللي هي محاكمة للنازيين وكذا، إجا من النازيين أول الحكومات قالوا شيلوا هالجرافات حطوا جرافات تانية. طيب نحن عنا شك ببلد جماعة الخيانات للدول الخارجية والميليشيات شال البدلة حطها بالخزانة لبس كرافات صار هو دولة وصار هو مع السلم وضد الحرب. هلا كل الوقت هن بيخبروك انه كيف اوعى الحرب والسلم الاهلي ومصالحات وكذا، هن اللي عملوا النزاع اللي بعدين اجى من وراء مصالحة غيروا الكرافات. قوى اللي كانت قاعدة بين عنجر والبوريفاج وين ما في جزمة سورية يقعدوا يبصوها صاروا القوى السيادية، صاروا القوى السيادية. القوى نفسها اللي كانت هي ناهبة البلد وكذا صارت هي الثورة. هلا مش عم نلاحظ عم يجربوا يصوروا حالهم كل الوقت هيك؟ الانتخابات طالما في سلطة بتحدد لك شو مناطقك الانتخابية حسب مصالحها إلها، بس لتكونوا بالجو لك حطوا جزين وصيدة دائرة انتخابية واحدة مش متصلين ببعض جغرافيا. شو السبب؟ لانه اصوات تفضيليه هون بتعطي 2 للسنه وهون للموارنه. طبعا. كل واحد بينتخب جماعته كمان تحشب شي دايره تانية تغير هذا التوازن. هيك نرسم قانون الانتخاب. ليش عطيوا صوت تفضيلي واحد بكل دايره؟ ليش انا قاعد بكسروان منتخب لانه بي ولا جدي تسجل بالشياح بسنه 32 قرروا انه انا ما في عايش بغير منطقة بعدني منتخب هونيك. وهي من مثلا مشاكل اي انتخابات انه بيجبروني انتخب مطرح ما انا ما لي اتصال بالنسيج الاجتماعي تكون فعليا سلطة رقابية فعلية لان مصالح بتتأثر من البلدية لكذا. شو اجوا عملوا؟ اجوا قالوا انت بكسروان وجبال هاي دائرة انتخابية واحدة، بس انت بتنزل 8 5 من جبال 5 من كسروان 3 من جبال، بس صوتك التفضيلي مجبور بكسروان ما فيك من جبال. بده كل واحد يضب رعاياه بحسب مفاتيحه الانتخابيه كيف بيناسبه الامر. بهيك قانون مع قرشين زيد عليها قرشين خاصه هلا مع الانهيار، مع الانهيار صار بيعمل رئيس كتله. كيف انا اعتبر انه هيدا الصراع متكافئ تفعليا؟ اذا صار في موازين قوى عم تتغير بالناس اقدر اعبر عنها من خلال الانتخابات. انا برايي التعبير عنها يجب ان يكون سابق للانتخابات ليحدد شروط خوض الانتخابات. بس احنا عندنا امر واقع، يعني اقرب محطه اذا بدك للتغيير هي عندك الانتخابات النيابيه، واذا فرضت هذه الانتخابات بدك تخوضها اذا فرضت، بس الامال تكون عليها رح يجي من بعض احباط. انا هذا اللي بخوفني، يعني كل في مره مجموعات المعارضه راحت بعيد انه بتغير بالانتخابات شو ما كان الانتخابات. يعني انا كل واحد عنده مقاربته وهذا الشيء يناقش ما في حقيقه مطلقه. بس انا هو هني ما ادعيه، يعني هذا هو ما ادعيه لاسباب عدم حماسي للانتخابات ولاسباب تفضيلي لحكومه انتقاليه بتسبق الانتخابات لتامن شروط طبيعيه لاجراء انتخابات تكون فيها توازن بالفرص على القليل. بس القوة بمجلس النواب، يعني شفنا حكومة حسان دياب شو معقول تعمل لك حكومة إذا كانت بدك حكومة حسان دياب؟ بدنا نقول الكلمة اللي استعملها الوزير السابق اللي هي السابق، يعني بس الدنيا بدها بلا ليش ما نستعملها بدها بيضات. يعني آخر شيء طلع حسان دياب وهم بتستعملش كلمة زياد الرحبان لا طلع هو الخطة تبعه لك من سمح لوزير يطلع يدافع عنا. رجع هو اللي كان منطلق بناء على نصيحة لازار من فرضية صحيحة انه انت كحكومة ما بتقعد مع المصارف لتعمل خطتك لانه انت اعلنت تعسرك عن دفع إلهم، هن اصحاب مصلحة رح يشيلوا الخسائر عنهم ويكبوها على غيرهم، ما بتقعد معهم، انت بتفاوضهم لاحقا من خلال الشركة القانونية اللي انت مضيت معها. شو مضيت معها اذا بدك تقعد معهم انت يعملوا لك خطة؟ رجع قعد معهم. بقى ايه وقت تعمل حكومة بدك تواجه هيدي المصالح. هلا في مجلس نيابي رح يبقى هو حاكم الحكومة، يعني في شيء عنا الثقة من هون. فكرة انه كيف بدك توصل على حكومة هي اللي تبقى اشكالية، واللي هي كثر من منتقدي طرح تبع شرب النحاس انه التفاوض انه هم رح يسلموك سلطة. اذا واحد بده الخلاصة تكون اذا هم ما بيسلموا سلطة بس ما في غير هيدا المدخل حاليا بده يكون بفرض عليهم نرجع موازين القوى شعبيا. التضييع الوقت بالوسائل اكانت بحكومة ام بانتخابات اما باي شكل منطلقه الحياة ميزان قوى. اذا انت مش قادر تضرب ايدك على الارض اجرك على الارض ايدك على الطاولة تقدر انت فعليا تحسس حدا بوجودك انه ما قادر بقى يتخطي كل الحديث حكومة ولا نيابة بلا طعم. طيب في باخر فترة التيار الوطني الحر عم يجي يقول لك انطلاقا من الفكره اللي انت عم تقول لي اياها كنت انه ما فيك
شيطن كل الأحزاب اللي موجودة، عم بيقول لك أنه أنا عم خوض معارك، تفضلوا يعني جماعة المعارضة، انتفاضة 17 أو ثورة 17، وقفوا معنا لنخوض، لأنه التغيير ببلش من القضاء ونخوض معركة التغيير، وشفنا اللي عملته القاضي غادة عون. شو رأيك؟ يعني مش هيدا شيء جيد اليوم تخوض معركة أو تركز على قضية معينة توصل فيها لنتيجة؟ حتى طبقتين، أول شيء بلش بغادة عون، هيدا قاضي مفروض منا ما عنده بطاقة حزبية، بلش بالقضاء نفسه. هاي القاضي مع كل الحق باللي عملته، لأنه توحد يشيل هولي وراء التين بكل بساطة لغسان عويدات وادعائه بصلاحيات ليكفل إيده. أنا بعرف المنطق اللي بيحكم استخدام الصلاحيات لأي قاضي، ولو هو منه صحيح باللي عامله حتى قضائيا أو قانونيا، وأنا هون مش أنا المرجع، يعني شوف نزار صغير المفكر القانوني والقانونيين شو قالوا، بس حتى نشيل هالورقة التين إضافة، الهدف من شو الغاية تبع واحد يستعمل صلاحياته مدعي عام التمييز؟ لإحقاق عدالة، مش لتعطيل مسار قضائي. يعني إذا في قاضي ضبب له شي ملف بالجرور، بتستعمل صلاحيتك، تاخد منه القضية بتحطها عند قاضي يشتغل فيها، مش بيجي قاضي عم يشتغل فيها بتشيلها منه بتحطها بالجرور. بس من حيث المنطق، إذا عم يشتغل من منطق قضائي هيك حر مجرد، ولا عم يخدم مصالح مباشرة. وكتير هيني واحد يجي يقول إنه مغسان عويدات مثله مثل غادة عون، اثنيتهم معينين سياسيا، وأساسا بموضوع المرفأ كان في تضارب مصالح صهر لغازي زعيتر اللي معني بقصة الباخرة. أوكي، طب كيف هذا بيبقى بمحله؟ رجع تنحى بعدين عن رجع بعدين تنحى من بعد ما كان قام بالمهام الأساسية لحط الله إطار الأول للقضية. طيب أنا هون خيي اثنيتهم معينين سياسيا، من بعد ما حطينا أول شيء على الصعيد القضائي غادة عون معه حق، هذاك ما معه حق، هيدا عم يخدم مصلحة مصرف المركزي وكل من يمكن أن يتضرر من المعلومات اللي غادة عون عم تخدم تحقيق العدالة أو كشف الحقيقة. غادة عون على القليل بالمسار القضائي معها حق. هلا وين بتصير إشكاليتي أنا؟ ليش ما فيه دافع أنه أنا مع نموذج غادة عون؟ لا مني مع نموذج غادة، ما فيه غير ما بس على القطعة قول بهالقضية معها، لأنه غادة عون حدا معين سياسيا، واحد اثنين ومفروض فصل سلطات وهي سلطة رقابية على أوكي. اثنين غادة عون أنا كيف فيي كون أكيد طالما هي معينة سياسيا، وطالما ثلاثة أرباع الإخبارات تجيها من فريق سياسي محدد، مش كلها ثلاثة أرباع، كيف فيي أتأكد مش أنه استنسابيا وانتقائيا عم بتمشي بمسارات قضائية توافقا لخدمة مسار سياسي محدد؟ سؤال يعني في واحد يكون جواب عليها ما في يكون أكيد، في يكون أكيد هم بتصير عم بحكم عليها إيمانية. ايه بس في جواب تاني سردي المقابل، انه خلي خي نحن عارفين واقع القضاء وكل قاضي تابع لطرف معين، بس هلا في معركة مكافحة الفساد الكبرى، خلي كل قاضي تابع لطرف سياسي يفتح ملف. ايه بس انه معقول؟ طيب ساعتها كل القضاة يعني لليوم لليوم فيها بكرة تبلش تتغير، فيها تكون تغيرها من وراء قصة غادة عون، متفقين هو جماعة السلطة، لأنه كل الوقت عم نحكي إنه في جميع السلطة ومتفقين على مصالح معينة، وشفناهم كيف كلهم بيمشوا سوا بموضوع إسقاط حقوق خطة حسن دياب. طيب على المصالح الأساسية في قواعد صراع بيناتهم، كانت قواعد الصراع بيناتهم تحييد القضاء من صراعاتنا السياسية، لأنه في خطوط حمر إذا منبلش نحط ناس بالحبس وفلتت هالقصة، ما في حبوس بتساع كل الناس هالمرة للي فوق بقى. هيدا شيء بيوصلنا على النزاع الأهلي، حرب أهلية، ما هو كانوا ميليشيات وبيعرفوا بعض وبيعرفوا خطوط اللعبة. مين بيقول بكرة ما بتصير هيدي القصة؟ وهل سؤال هلا جماعة التيار الوطني الحر اللي أنا أكيد من بيناتهم مثل ما بكل حزب في كتير منهم أوادم، لبل الأغلبية أوادم، مش كل الناس حقهم فرنجان وبينشروا، الناس مقتنعة إنه أحزاب بتخدع على المحل الصح. طيب سؤال، إذا غسان عويدات بكرة بيدعي على جبران بيصير بقصة البواخر وبيروح بيطلب وراه بده يحطه بالحبس، أنتوا بتأمنوا إنه غسان عويدات جهة محايدة ليحط جبران بيصير بالحبس؟ طيب ليش خصمك بده يأمن بغادة عون؟ هل صحيحة نفتح القضاء اللي هو ليش مش المعركة المضبوطة بنعملها؟ اللي بكل بساطة في اقتراح استقلالية القضاء، استقلالية القضاء وشفافيته، قوله بلجنة الإدارة والعدل من آخر 2018 بشباط 2019 بينعمل مؤتمر مع المفكرة القانونية اللي هي أعدته لهذا الاقتراح، صح. اللي وافقوا عليه النواب تصار اقتراح، وكلنا إرادة اللي عمله هو المؤتمر نفسه دعيوا النواب. طيب قاعد جورج عايس، جورج عدوان، إبراهيم كنعان، نواف الموسوي، بلال عبد الله، رولا الطبش، غير اللي شاركوا من الجمهور
على عون، وكان سهيل عبود رئيس مجلس القضاء قاعد، وكانت أماني سلامة قاعدة من نادي القضاة اللي طلعت القرار تبعه كل يوم، كانوا كلهم قاعدين كلهم سوا، كل الكتل موافقة شديدة لدرجة كنا يعني رح نوقع عن الطاولة إنه بكرة شكله رح يصير القضاء مستقل. إيه قلنا إذا الكل موافق هالقدي مفروض من اللجان للهيئة العامة لأقراره في 6 أشهر. تزيدنا حماسة رئيس هذه اللجنة الأستاذ جورج عدوان طلع قالنا إنه أعطونا للربيع، الربيع تبع 2019 أعطونا طبعا مثل الربيع العربي طلع ما بيخلص. إنه بحطوا على جدول أعمال لخلص نقاش إنه الإعلام هلا رجعت أجلت شفين. إيه ما الشغل نضيف بياخد وقت بتعرف بدك تبطل. أي متى نحط على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل هذا القانون؟ بكانون الأول ديسمبر 2019 بعد شهر ونص على البلد ولع والمظاهرات قامت، هون صارت حمية النواب في إسهال صار بالقوانين الإصلاحية، حطوا على جدول أعمال. من بعد شو بيصير؟ شوف الدولة كيف تشتغل. فجأة مفروض يتناقش هذا اقتراح قانون وجد، هلا بحبوه ما بحبوه بدهم يبلشوا بنقاشه. بفيق أحد النواب بقلب هاللجنة إنه لحظة لحظة لحظة، أنا بتذكر هي على الذاكرة في اقتراح قانون لاستقلالية القضاء غير هيدا مقدم من الرئيس حسين الحسيني بال97 في قانونين بدنا نناقشه. هلا كيف فاقوا بال2020 كيف فاقوا بال2020 يعني بالقرن ال21 قانون مقدم من القرن العشرين انه في قانون هيدا صاروا قانونين، حطوا جيبوا حطوا القانونين على الطاوله بحجه انه في قانونين لازم نناقش اثنين، خلينا نحطهم على جنب اثنيناتهم ونناقش القانون الحالي ونعدله من روحيتهم. مين هذا اللي بده ياخذ من روحهم ويحط فيه؟ نوابنا هولي نعرفهم يعني تخبز بالافراح يعني تخبز بالافراح. هيدا هو انا هون بدي اعمل معك يا خيي يا اصدقائنا بالتيار الوطني الحر، رئيس هيدا اللجنه بالقوات اللبنانيه مش انتوا على خصوم مع القوات؟ روح اعملوا المعركة عليه، روح اعملوا معركة لأقراره. ما بدي دافع عن غادة عون انا ما بعرف شو الاجندة تبعها، وقتها على عهد الرئيس امين لحود بلشوا بتطهير القضاء، وصلوا يحطوا فؤاد السنيورة بالحبس، حطوا شهيب رسوميان بالحبس وزير سابق، ووصلوا دعوا على فؤاد السنيورة ويقال حماب وقتها رئيس طبيب رئيس بري. اوكي طيب وصلوا لهالسقف بعد اعلى من غادة عون، وصلوا فؤاد السنيورة. بس ما كنا عارفين انه مع احترامنا يعني اخر شيء هذا استهداف سياسي، لانه يعني مش ضروري يكون قضايا خاطئه تكون صحيحه، بس العداله الانتقائيه ليست بعداله، لانه هي مدخل لمظلوميه بترد عليك حرب اما اشكال سياسي. وتنحبس سمير جعجع لحاله ما كان احقاق عداله، عطي عصب سياسي وشرعيه سياسيه للقوات اللبنانيه، نحن الوحيدين اللي انظلمنا. مش هيك بتصير المعارك تواحد يبلش، مش هيك انا عندي اشكاليه مع نموذج غادة عون مدافع عنه. نستفيد من الوقت اللي بعد باقي لنا، يعني اذا كان استقلاليه القضاء مش موجوده لكن معركه التدقيق الجنائي شرحه رح تلاقي نفس المصير. نرجع في عندنا خطيئه اصليه، طالما القوى السياسيه منا منطلقه من مشروع سياسي واضح عم نجرب نطبقه، وطالما نحن راضيين انه في قوى طائفيه فوق المحاسبه، وتكفيلك ليش فوق المحاسبة؟ شوف انه كل هذا التجليط تجليط. خيي سؤال، سنة 2019 اما 18 بيطلع الوزير وقام وهاب بيحكي كلام غير لائق عن بيو لسعد الحريري وكذا، بياخدها شخصية رئيس الحكومة بوقت سعد الحريري، بدق لمدعي عام التمييز بلد تعرف مؤسسات، بدق له بقول له روح القطلية هيداك عنده مفروض كذا، بقومهم بيحول فرع المعلومات بيطلعوه على الجاهلية، صحيح بيصير في دق رصاص بيناتهم بيروح قتله. طيب في هيك شيء اذا في عداله، مش ضروري العداله عم بحكي بالمعنى المجرد تبعها، اذا في قضاء لو مسيس القضاء يعني، بس في قضاء في مؤسسه في حدا من اثنين بده يفوت على الحبس، يا الجهه اللي بعتتهم وقوصت يا الجهه اللي قوصت على القوى الامنيه، في حدا من اثنين، مش معقول ما حدا. وقت في ما حدا يعني في قوة هي فوق القضاء، لو طلعت قرارك وراح يلقطوا، هي بكرة غادة عون طلعت قرارها على رياض سلامة، حدا متوهم بهالجمهورية انه راح يخلص الفيلم تبعنا انه وراء قرار غادة عون حبسوا المصارف حبسوا رياض سلامة وقصة سعيدة happily ever هذا شو بيقولوا happily ever after. طيب مش هيك راح يخلص الفيلم، ما بنعرف انه مش هيك راح يخلص الفيلم. الأولوية هي كيف بقدر أعمل دولة فوق الطوايف لا تقدر تعمل لهم كفان، بلش بالكفان شو عم بضحك على العالم، يلقطوا هني سركيس أحلاس قبل ما يوصل رياض سلامة، مش أولوية كمان صحيح.
بالوقت اللي بينا دي أجد الكابيتال كنترول علما أنه لازم يعني هذا يفكر أنه يعني صحيح. أتمنى الكابيتال كنترول بعد له ضرورة إيه لا طبعا له ضرورة بس ضرورته مش بضرورة إقراره بوقته يعني له غايتين الكابيتال كنترول أول غاية أنه ما يطلعوا المصريات لبرا تما يهربون أصحاب المصالح المحظيين وهيدا جريمة بحد ذاتها لازم كل الشعب اللبناني يتقلب على كل واحد سمح بوجوده انه مصرياتك انت ايها المواطن جزء منا وتكين يخبرون احتياط 33 مليار كيف صار هلا 15 في جزء اساسي منه يقال بينكب رقم بالسوق اسمه 8 ام 9 مليار دولار من مصرياتك راحت لكم واحد ما في صفة سيئة بتأديهم يعني لانه قدر يحكي مع بنك اما مع مصرف مركزي اما باي طريقة خارجة عن المسار اللي اعتمد معك انت كل مرة تروح تنزل قدام البنك وقتها لو نعمل كابيتال كنترول كان بقالك جزء من مصرياتك كان سعر الصرف مش هالقد كان قصة الاحتياطي وكيف بتقدر تدير مرحلتك الانتقالية او اطول بكتير ومش بهالعنف اللي عم تصير فيه هاي واحد ولكن في شيء تاني انه انت اليوم اذا بتحكي مع صندوق النقد لاحقا صار عندك بشر بهالبلد تقدر تديره مثل الخلق ليكون عنده مشروع وتحكي مع صندوق النقد اما اي جهة مقرضة اخرى انا ما بتصور في حدا غيره بهالوضع اللي احنا فيه صرنا ما حدا بيأمن يعطيك دولار إذا بعد في احتمالية كمان يروحوا للشباب نفسهم يعني بدك تحط هيدا الزيح وتسكره بس هيدا الانون الكابيتال كنترول المعمول شيء مضحك يعني هو بزار التسع الوقت واحد يحكي دقيقة بعد دقيقة دقيقة عملت فيديو على يوتيوب هو 40 دقيقة خلاص قلنا تشانل هيدا دعاية لليوتيوب دعاية للتشانل يعني الفكرة بكل بساطة تواحد يختصرها قانون الكابيتال كنترول من أهدافه الأساسية يمنع المصارف من الاستنسابية اللا قانونية اللي عاملينها أوكي فتح لهم 100 باب استنسابية بقلب القانون ساعتها شو حمد هدف القانون هدف القانون انك انت تسمح للمصارف بالاستنسابية من دون ما تكون عندك انت كمواطن قدرة قاضية لانه الدولة قالت للمصارف ما بتعطوا الناس اذا هي انصدرت بقانون منا تعسف على الدولة بس هني رح يطلعوا على يصيروا يسبوا بعض واحد يحكي كلمتين على البنوكي واحد يحكي على رياض سلامة لأنه المصارف والمصرف المركزي اختلفوا بهن عم يعملوا هالقانون فريق الدولارات اللي بحق للناس استثناءات مثل بيحول لطلاب بالخارج أما ضرائب خارجية أما في استثناءات بقلب القانون محطوطة 5-6 استثناءات بدها تطلع دولارات من البلد اختلفوا من حصة مين بده يدفع الدولارات أموال الخاصة للمصارف أما من الأموال اللي بالاحتياط المصرف المركزي المصارف بدهم المصرف المركزي والمصرف المركزي يحملها للمصارف هلا هون رح يطلعوا النواب ينفخوا بصدرهم قبل ما ينفخوا بصدرهم خلوا معكم دبوس صغير تفقسوها فيهم اول ما بدهم ينقر القانون كله بيرجع بيوقف بالصف اذا بتتابعوا تفاصيل اضافيه على تشانل جاد على يوتيوب جاد غصن شكرا, شكرا لك على هذه الحلقه شكرا موصول لكم مشاهدينا الى اللقاء